أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم إعلان سياحة وسفر احترافي وبسيط بنفس الوقت. خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد. في البداية بعد ما نفتح برنامج وورد راح نغير القياس إلى مربع، من خلال نذهب إلى قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم أحجام الورق الإضافية. طبعا عندنا هنا العرض والارتفاع، أيا كان وحدة القياس سنتيمتر إنج راح يكون 20 × 20، يعني العرض 20 والارتفاع 20 ومن ثم موافق. إذا نجي نصغر من خلال الكنترول والرولة أو من خلال هذه علامة الناقص، إذا لاحظ أن القياس أصبح مربع بإمكاننا أن نصمم بهذه المساحة. راح نضيف الصور والموديلات الخاصة بالتصميم، وننوه أن كل هذه الصور ستكون مرفقة بإمكانكم أن تحملوها مع هذه المحاضرة. نذهب إلى قائمة إدراج، ومن ثم صور، ومن ثم إدراج صورة. طيب نكبر الصور من خلال نضغط على Ctrl ورولة الماوس، وراح نضيف هذه الصورة اللي هي الباكجراوند. نضغط كليك أيمن على الصورة، التفاف النص، ومن ثم أمام النص. نكبر الصورة بحيث تكون على كبر الخلفية بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج صورة هذا الجهاز نضيف هذه الصورة اللي هي صورة الحقيبة. طبعا الصورة مخفية لأن صورة الخلفية اللي هي باللون الأزرق صارت أمام النص، فلابد أنه هذه الصورة أيضا تكون أمام النص من خلال التفاف النص ويكون أمام النص. والأفضل هذه الصورة اللي هي باللون الأزرق، نضغط عليها ومن التفاف النص نختار خلف النص حتى نضمن أنه هي تكون بالخلفية. طيب نكبر الصورة وتكون بهذه المنطقة تقريبا، ممكن طبعا تصغر قليلا بهذا الشكل. جيد، الآن راح نضيف من قائمة إدراج أشكال، راح نضيف هذا المستطيل مدور الأطراف بهذا الشكل، ومن تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، الإطار راح يكون لون أبيض، وأيضا نرجع على الإطار راح نغير النوع إلى هذا الخط المنقط، ونجي إلى السماكة، اختار سماكة مثلا هذه السماكة. طبعا ممكن نتحكم بالإطار أكثر، طبعا ممكن نغير نوع الشرط من خلال إطار الشكل الشرط، ممكن نختار شرط آخر، ممكن هذا جيد. من قائمة إدراج مربع نص، رسم مربع نص، راح نجي نرسم في هذه المنطقة مربع نص، نكتب اسم الشركة، شركة المنارة الذهبية، اسم عشوائي لا على التعيين. من الشريط الرئيسي راح نختار فونت وليكن هذا الفونت، نكبر حجم الخط، ممكن يصغر قليلا، يعني ممكن 36 يصير 38 او حتى ممكن يصير 40 لا بأس. نغير نوع الفونت ممكن الى الفونت الاصفر. الان عندنا هذا مربع النص بخلفية، من تنسيق الشكل، تعبئة الشكل بلا تعبئة، إطار الشكل بلا إطار، وعن بهذه الطريقة ممتاز. نأخذ نسخة من هذا المربع النص، Ctrl C Ctrl V، ونكتب لخدمات السياحة والسفر. طبعا نصغر النص، ممكن يكون باللون الأبيض بهذه الطريقة ويكون بهذه المنطقة. راح نضيف صورة هنا بهذه المنطقة من خلال إدراج صورة، راح نضيف هذه الصورة وطبعا راح نصغرها، وحتى نتحكم بها من التفاف النص أمام النص راح نخليها بهذه المنطقة. طبعا حتى تكون الحقيبة بالمقدمة نجي إلى تنسيق صورة، نضغط هنا على إحضار مستوى، نضغط على السهم ونختار إحضار إلى المقدمة. ممتاز جدا. الآن من قائمة إدراج
صورة من هذا الجهاز، راح نضيف صورة التذاكر، وطبعا من التفاف النص خلف النص راح نختار خلف النص، وطبعا راح تكون بهذه المنطقة بهذا الشكل. ممكن تصغر قليلا بهذا الشكل. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الغيوم. من تنسيق الصورة التفاف النص طبعا راح يكون خلف النص، ومن سهم الكيبورد راح ينزل إلى الأسفل. ممكن طبعا يكبر هذه المنطقة بهذا الشكل. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذا الخط، وأيضا من التفاف النص خلف النص ممكن نصغره قليلا، ومن اتجاه الكيبورد إلى اليسار نخليه بهذه المنطقة، طبعا ممكن يصغر بعد. الآن راح نضيف صورة طائرة، طبعا ممكن هنا صورة التذاكر تدخل قليلا بهذا الشكل. الآن راح نضيف صورة الطائرة لهذه المنطقة من قائمة إدراج صورة بهذا الشكل. أيضا من التفاف النص راح تكون أمام النص، الطائرة راح تكون أمام النص، طبعا ممكن نصغرها بهذا الشكل. ومن قائمة إدراج صورة راح نضيف الغيمة، هذه الغيمة طبعا أيضا من التفاف النص راح تكون أمام النص، ومن اتجاه الكيبورد ننزلها إلى الأسفل بهذه الطريقة. الآن نضيف رقم الهاتف، أيضا تنسيق صورة التفاف النص راح يكون أمام النص، طبعا ينسحب إلى الأسفل مثلا يكون هنا، ومن إدراج مربع نص، أو ممكن ناخذ هذا مربع النص ناخذ من عنده كنترول سي كنترول في اختصار، ونكتب رقم الهاتف بهذه المنطقة. طبعا نغير الفونت بحيث يكون انجليزي يعطي رونق اجمل، مثلا هذا الفونت، وممكن طبعا يكون 20. طبعا محاذاة الى اليسار بهذا الشكل، وممكن على اليمين نكتب العنوان بغداد زيونة مثلا. طبعا ممكن هنا نختار فونت اخر، ومثلا ممكن يكون اصغر 16. مثل ما نلاحظ طبعا اصبح عندنا اعلان احترافي وبسيط بنفس الوقت.